بسم الله الرحمن الرحيم. معنا هزيمه مره، لان ديما نتكلموا احنا ما نتكلموش، سبحان الله العظيم ظلمنا كم من مقابله، ولكن الناس تشاهد في التلفزيون سبحان الله، والبينالتي شرعيه البيت فالابل ليكوفروا مثلا دوزيام ميتو الى غير ذلك. اذا كان انت مثلا تماركي ولا ربيتر ما يحسب لكش هدف شرعي، واش نقولوا احنا درك؟ كيف راح تلعب؟ يذوق يفهمونا برك الفريق هذا راهو راح يسقط، يقولوا لنا فقط برك نسقطوا احنا نلعبوا، نجيو نلعبوا بالسبوار ونكملوا هذا من 9 و8 مقابلات ولا 9 ونريحوا رواحنا. احنا لو مو سكور درك راهو 4-3، هذه هي الحقيقه. اذا احنا يا المولوديه ما تستاهلش اربيتر باه يعاونها بمناطق الظل، كش ما كاين فريق راهو عايش في الظل كيما نجم شباب مقرى ما كانش. سبحان الله احنا نطلبوا من لجنه تاع التحكيم ينصفونا سبحان الله. كلكم مره نتكلموا معاهم، لماذا فقط احنا حق التجارب؟ لماذا كل مره تجي تلعب مقرى خارج دير يبعثوا لها اربيتر يجربوا بينا؟ قلت نجم شباب مقرى الحلقه الاضعف، اذا قبضنا المانتيه درنا معجزه، واذا سقطنا للقسم الوطني الثاني عادي جدا، لان الاربيتر هذا صغير جان ممكن من سطيف، ممكن اثرت عليه المقابله، لان ممكن وفاق سطيف يلعب على الشامبيونه، ممكن الى غير ذلك. قادر هذا الاربيتر يقول لك انا كنت اخسر اليوم المولوديه، ومع الاخر نجم شباب بقرة يقولوا له مقصوده الى غير ذلك. اذا قادر يجيب لنا الحكم مقابله تعليم يجيب لها من الغرب، هذا الحكم مثلا قراءه فقط، هذه قراءه فقط، هذه قراءة فقط. أنا من اتهم حتى حاجة، قال لك الله غالب ما شفتوش، قلنا له ما كانش مشكل وعذرناه الحال جيش ديتوش. بصح بالنسبة أنك تشوف مثلا سبحان الله تشوف بينالتي قدامك ما تحسبهاش، هاي البينالتي نقول مش بينالتي، البينالتي تاع المولودية مش بينالتي.